أهلا بكم من جديد، ونبقى مع أخبار كورونا أوروبيا، حيث لم يكن أمام نحو 160 ألف بريطاني يتواجدون حاليا على الأراضي الفرنسية، ونحو 300 ألف فرنسي يقضون العطلة الصيفية في بريطانيا سوى ساعات قليلة للعودة إلى بلادهم قبل دخول قرار فرض عزل لمدة 14 يوما على الوافدين من فرنسا حيز التنفيذ. وأبدى البريطانيون استياء كبيرا من القرار المفاجئ للحكومة التي بررت قرارها بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على الأراضي الفرنسية. وعالميا أظهر إحصاء أن أكثر من 21 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن قرابة 760 ألف شخص توفوا جراء الفيروس، هذا حسب وكالة رويترز. فيما ارتفعت إصابات كورونا في أمريكا اللاتينية بشكل كبير، مما استدعى تحذيرا من منظمة الصحة العالمية من حدوث زيادة في الأمراض الأخرى بهذه المنطقة.